فرحان اليوم بهذا الرجوع ديالي للبيت ديالي ما بين الاهل ديالي. الحمد لله انا فرحان بزاف لانني لقيت هذا الاستقبال هذا من طرف ابناء ديال الحي ديالي اللي كبرت معاهم وترعرعت معاهم منذ الصغر ديالي. فهاد الحي هو فين بديت، فين بدا سفيان العاب القوى اول مره بنادي اهل فاس لالعاب القوى. فانا فخور بالانتماء ديالي لهذا الحي هذا ولهذ المدينه هذه فاس. الحمد لله لقيت كل تشجيع من جميع الناس المسؤولين ديال مدينه فاس، لا من الناس ديال الجماعه ديال فاس، لا كل شيء. الحمد لله كل شيء رحب بالعوده ديالي. الحمد لله انا فرحان بهذا التسويج هذا، ومره اخرى كنهدي الشعب المغربي كامل وسيدنا الله ينصرو كذلك هذا التسويج هذا اللي كان صراحه برعايه ساميه. من بعد الميداليات لقيت برقيه ثانيه من سيدنا الله ينصرو اللي كنشكرو بدوره على هذيك البرقيه. وان شاء الله انا كنوعد المغاربه من هنا وكنوعد الكل بانني مازال غنسير في نفس المستوى ان شاء الله.